بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا وقناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. فيديو جديد معانا الحمد لله بعد تفعيل القناة ووضع الإعلانات عليها. ياريت تعملوا لي يا جماعة مشاهدة أقل حاجة دي أو دقيقتين عشان الإعلانات، وياريت ما تعملوش تخطي الإعلان. معانا إن شاء الله مقطع مميز جدا لركنة رصاصي في نيبيتي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده القماش قماش تخين جدا ومحمل ما شاء الله. ودي اليد، يد دوران برضه بشكل جديد مختلف. الركنة ديت 8 متر، 2.25 و2.25 ومترين الا ربع ومترين الا ربع، يعني عاملينها نظام كنب مش زوايا. طبعا الزبون اللي فضل الطريقة دي محبش يعمل نظام زاوية. طبعا اللون النبيتي مع الرصاصي من لون برضه جميل وحلو. ده الرصاصي القافل على فكره، اللي هو الفراني، بنسميه الفراني. دي الركنه ما شاء الله من على بعيد الوانها متناسقه جدا. طبعا ان شاء الله دي الركنه قدام البيت وقدام المحل ان شاء الله، لما نوديها عند الزبون برضه في المكان هيبقى نضيف ان شاء الله. مع السجاده هنرفعها لكم برضه ان شاء الله، هنصورها تصوير تاني ونرفعها لكم برضه. دي الترابيزه بشكل برضه مختلف عن اللي اتعودنا عليه، معموله طقم عجل عشان تسهل الحركه برضو. فيها رفين، رف تحتاني هو ورف فوق على ازاز. طبعا الركنه ما شاء الله فيها شغل حلو وبسيطه وكلاسيك، يعني مفيش فيها بهرجه كتير ولا نظام كيرم ولا كابوتينيه. التكات بتاعتها معموله مشجر، طبعا مشجر واكل من اللونين. ده الظهر زي ما حضراتكم شايفين، هو الظهر معمول نفس القماشه، نفس القماشه اللي في الوش معموله في الظهر، في ظهر الركنه من ورا اللي هي بتبقى في ناحيه الحيطه. ما شاء الله الوانها جميله برضو، لون جديد ومختلف عن اللي تعودنا عليه. كمان الترابيزه برضو واخده نفس اللونين، يعني الترابيزه واخده النبيتي ورصاصي برضو عشان تمشي مع بعضها. قولوا لي في التعليقات واكتبوا لي ايه رايكم، وبرضو لو حابين تسالوا على السعر ولا حاجه. وفي النهايه ما تنسوش تعمل لايك يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله.